جينا من إقليم جديدة في إطار واحد القافلة للقرقالات باش نأديو هاد الزيارة الوطنية وباش نزورو هاد الأرض الطيبة والمباركة. وبالمناسبة احنا جينا باش نعبرو عن إحساسنا وعن تحياتنا وتشكراتنا لأبطال المغرب اللي هما جنود البواسل حماة هذا الوطن بفضل القيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة بصفته القائد الأعلى للحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وإننا نجد فخورين لأننا وصلنا لهذه المنطقة وشناها وشنا المعبر بأنه خدام وبأنه الأمور عادية من بعد ديك الابتزازات الأخيرة اللي كانت داروا بعض قطاع الطرق. وهذا ما تيعبرش أننا حنا غادي نسكتوا لهم، وانما الحمد لله اليوم تنعبروا باننا حنا في بلادنا وبان الصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه احب من احب وكره من كره. واحد الاشاره بغيت نوجه واحد النداء لاخواننا الجزائريين، راه حنا جيران، راه حنا اصدقاء، راه حنا اشقاء، حنا شعوب خصنا نعيشوا بعضياتنا وخصنا نكونوا متحدين بعضياتنا من اجل تقدم هذا الوطن ويزيد القدام. وشكرا جزيلا لقناه الدار وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. جئنا من إقليم دكوالا، إقليم جديدة، نمثل جمعية صحراؤنا وطننا كمكتب مسير إلى هذه الأرض الطيبة، إلى هذا المعبر المبارك، كي نشارك القادمين من جميع مناطق المملكة تضامننا التام ونعبر عن تضامننا التام مع كافة شرائح المجتمع المدني التي قدمت إلى عين المكان لنهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية على إثر الأحداث التي قام بها قطاع الطرق المنتمون لميليشيات البوليساريو، ولنعربك أيضا عن فرحتنا وتعلقنا بأهداب العرش العلوي المجيد والجالس عليه سيدي محمد السادس نصره الله. وهذا شعور لا يمكن للكلمات أن تعبر عنه، خصوصا بالنسبة لي شخصيا كعضو في مكتب المسير للجمعية. لأول مرة تطأ قدمي هذا المكان الطيب وشعرنا بإحساس منقطع النظير بهذه المناسبة اللي هي مناسبة وطنية بامتياز، وجئنا كي نعرب للمغاربة جميعا كما يحسون وكما يشعرون هم أيضا من طنجة إلى القويرة، كي نحضر هنا بهذه المناسبة الغالية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.